قد تعرفنا على كنا قد تعرفنا على حكم الإظهار. ما الذي حدث؟ الشريحة أين ذهبت؟ الشريحة لا زالت معروضة شيخ أبو عزيز؟ موجود موجود يا شهرة. موجود. طيب لحظة واحدة. نعم، في الدرس الماضي كنا قد تعرفنا على حكم الإدغام، وعرفنا أن الإدغام على قسمين، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة، وتعرفنا على هل الإدغام بغنة كامل أم ناقص، وذكرنا أنه يكون ناقصا مع الواو والياء، وأنه مع الميم والنون يكون كاملا على قول الجمهور. القسم الثاني من الإدغام هو الإدغام بغير غنة، وهو يكون مع حرفي اللام والراء. والإدغام بغير غنة مع اللام والراء هو بلا خلاف إدغام كامل، فإن النون تزول فيه حال إدغامها مع اللام والراء، تزول فيه بالكلية، فلا يبقى لها أثر لا ذاتا ولا صفة، يعني لا تبقى ذات النون ولا صفتها اللي هي الغنة. فلأجل ذلك قلنا أن الإدغام هنا مع اللام والراء هو إدغام كامل بلا خلاف. أكمل ولا تترجم؟ Saya terjemah awal insyaallah. Baik hadirin rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa hukum yang kita sampai kepada hukum idgham. Dan seperti yang kita ketahui dan disampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa idgham tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Dan kita mengetahui bahwa hadirin rahimakumullah yang digunnahkan adalah idgham yang dikategorikan kepada idgham naqis. Sementara yang tidak berguna, yang tidak menggunakan gunnah, dinamakan dengan idgham kamil. Dan kita masuk ke dalam pembahasan juga lam dan ra. Kita mengetahui bagaimana lam dan ra ini dikategorikan sebagai idgham yang kamil. Kenapa disebut dengan idgham kamil? Karena nun tidak ada athar, tidak ada sisa dari pengaruh nun tersebut terhadap lam dan ra. Seluruhnya masuk ke dalam lam dan ra, sehingga nunnya hilang seluruhnya. Makanya dikategorikan dengan idgham kamil. Dan ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Naam, Syekh. طيب ننتقل الآن إلى الحديث عن مسألة أخرى، وهي ما هي صورة النون الساكنة إذا كانت مدغمة، وما هي صورة التنوين إذا كان مدغما. يعني أنا لو فتحت المصحف ونظرت فيه فكيف أجد صورة النون الساكنة لو كانت حكمها الإدغام، وكذلك ما هو شكل التنوين حين يكون حكمه الإدغام. أما النون الساكنة فإنها إذا كانت مدغمة فتكون معرة، والمقصود بقولنا معرة يعني ليس عليها أي شيء فوقها، لا ليس عليها أي تشكيل، لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة ولا أي شيء، معرة مجردة من أي شيء، تمام. وأما التنوين فإنه إذا كان مدغما فإنه يكون متتابعا، وقد مر معنا من قبل شكل التنوين المتتابع في الدرس الأول، حتى لا نضيع الوقت يمكن الرجوع إلى شكل التنوين المتتابع في الدرس الأول، تمام. أما الحرف الذي يلي النون الساكنة والتنوين، الحرف الذي يكون بعد النون الساكنة والتنوين، فيكون مشددا، يكون هذا الحرف مشددا إذا كان الإدغام كاملا، بمعنى أنك إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الميم أو النون أو اللام أو الراء، ستجد هذه الأحرف الأربعة جميعها مشددة، ومخففا إذا كان ناقصا، بمعنى أنه إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرفي الياء أو الواو، ستجد هذين الحرفين مخففين يعني غير مشددين. Baik, hadirin rahimakumullah, kita mendapatkan sebuah kaidah lainnya berkaitan dengan nun, sakin, dan tanwin. Bagaimana rosem atau gambar cara menulis dari idgham tersebut ketika berkaitan tentang nun sakin atau tanwin kalau dia dalam keadaan idgham. Maka hadirin rahimakumullah, kita mendapatkan kaidah bahwa kalau nun tersebut dalam keadaan tidak ada apapun atau tidak ada fathah, tidak ada kasrah, tidak ada sukun, mu'arra disebut, tidak ada sesuatu apapun di atasnya. Maka ini menunjukkan adalah bahwa nun tersebut masuk ke dalam idgham kamil. Mohon maaf, masuk ke dalam mohon maaf,
يا شيخ مؤرّة هذا إدغام كامل يا شيخنا. لا، معرّاه هي دائما تكون معرّاه، سواء كان الإدغام كاملا أم ناقصا. النون دائما تكون معرّاه طالما أن حكمها الإدغام، سواء كان كاملا أم ناقصا. أما التفريق يأتي في الحرف الذي يلي النون الساكنة أو التنوين. الحرف الذي يلي النون الساكنة أو التنوين هو الذي يفرق. فإذا كان الإدغام كاملا يكون مشددا، وإذا كان الإدغام ناقصا يكون مخففا. Baik. Hadirin rahimakumullah, bahwa nun yang diidgham selamanya dalam keadaan muarra, tidak ada fathah, kasrah ataupun dhammah di atasnya, menunjukkan bahwa idgham, bahwa nun tersebut dalam keadaan diidghamkan. Adapun yang membedakan adalah huruf setelahnya, yaitu nun yang ada setelahnya, setelah huruf nun atau setelah tanwin, maka huruf tersebut dalam keadaan disyadda ketika dia dalam keadaan dalam keadaan idgham kamil. Jadi musyaddadan ketika dalam keadaan idgham kamil. Akan tetapi dia dalam keadaan mukhfa atau tidak diada di syaddah setelah huruf tersebut kalau dalam keadaan idgham naqis. Jadi yang menandakan idgham adalah huruf mu'arra, yaitu tidak adanya kasrah fathah atau dhammah di atas nun sakin tersebut, dia maka dinamakan idgham. Adapun yang membedakan idgham kamil dengan idgham naqis adalah terdapat di dalam huruf setelahnya. Kalau di dalam huruf setelahnya ada syaddah, maka dia tergolong dengan idgham kamil. Tapi kalau tidak ada, maka dia dinamakan dengan idgham naqis. Naam syekhana. طيب، أنا بس علشان اتضح هذا الأمر حتى لا يلتبس على الناس، نقول أن عندنا الـ الإدغام له كم حرف؟ الإدغام له هذه الحروف اللي هي الإيه؟ الياء والواو والميم والنون واللام والراء، هذه الحروف الستة، تمام؟ طيب، هذه الحروف الستة على التفصيل هكذا، إذا جاءت النون وبعدها حرف الياء، تمام؟ هكذا مثلا ايا ما كان، المهم انه سيكون نون مثلا وبعدها ياء مفتوحه، تكون النون معراه ليس عليها شيء وبعدها الياء مخففه، مثلا هنا نقول مثلا نون وبعدها واو، فتكون كذلك النون معراه والواو عليها مثلا فتحه او ضمه او كسره لا اشكال. اما اذا جاءت النون وبعدها حرف الميم فتكون النون معراه والميم تكون مشدده، مشدده لابد ان تكون الايه؟ طبعا هذا طبعا هذا طبعا انا نقول انه لا يكون في كلمة واحدة. أنا صوتكم تقطع يا شيخنا. شيخنا صوتكم لا يظهر. الشيخ صوتكم لا يظهر، لم نسمع صوتكم يا شيخنا. Baik hadirin rahimakumullah, nampaknya ada kendala jaringan. Beliau keluar dari Zoom kita. Jadi tadi beliau menyampaikan tentang penulisan nun dan ya yang dalam keadaan diidghamkan, dan kemudian nun dengan penulisan waw ketika diidghamkan. Kemudian beliau menggambarkan mim yang bertasydid, yang bersyaddah di depan huruf-huruf tersebut dalam keadaan idghamnya idgham kamil. Dan tadi beliau menjelaskan tentang perbedaan antara idgham naqis dengan idgham kamil, bahwa idgham naqis dan idgham kamil perbedaannya terletak di dalam penulisan. Kalau di dalam mushaf Madinah barangkali adanya syaddah dan tidak. Naam ya syekh, kana lam nasma sawtukum ba'd. Naam, saut dhahab. Naam, tayyib, khalas ماشي. الان صوت واضح. Naam, الان واضح يا شيخ. طيب، نرجع مرة أخرى لما كنا نتكلم فيه. أقوم بالرسم والتوضيح ولا واضحة هذه النقطة شيخ أبو عزيزة؟ ممكن يعني ماذا تكتب يعني شرحت يعني أنا. أقوم بالتوضيح بالكتابة. طيب ماشي. نعم.
طيب نقول أن الإدغام له 6 أحرف، وهي حرف الياء والواو والنون والميم واللام والراء، تمام؟ فإذا جاءت النون الساكنة وبعدها حرف الياء، تمام، فتكون النون معراء وبعدها الياء مخففة، يعني إيه؟ ليس عليها شدة، تمام؟ كذلك إذا جاءت النون بعدها حرف الواو فتكون النون معراء وبعدها الواو غير مشددة، يعني مخففة، تمام؟ طيب لو جاءت النون وبعدها حرف النون تجد النون معراء وبعدها النون مشددة، تمام؟ كذلك إذا جاء بعدها ميم النون تكون معراء وبعدها الميم مشددة. طيب مشددة. نون وبعدها حرف اللام تكون النون معراء وبعدها اللام مشددة، نون وبعدها حرف الراء تكون النون معراء وبعدها الراء مشددة، هذا هو المقصود. Rahimahullah boleh menjelaskan lebih detail lagi untuk memperlihatkan yang dimaksud dengan mu'arra adalah huruf yang mu'arra atau tidak ada huruf tersebut mendapatkan harokat apapun ketika nun misalnya bertemu dengan ya. Ketika nun bertemu dengan ya di dalam mushaf Madinah maka tidak mendapatkan syaddah di dalamnya. Jadi ketika nun bertemu waw maka di mushaf Madinah kita tidak akan melihat nun tersebut waw tersebut ada tasydid. Tapi ketika nun bertemu dengan nun maka di dalamnya ada syaddah, ada tasydid. Demikian juga ketika nun bertemu dengan mim, nun bertemu dengan lam, nun bertemu dengan ra, karena dia sempurna masuknya sehingga dia tergolong kepada idgham kamil dan kemudian dia sempurna tidak ada jejak dari sisa-sisa nun tersebut masuk ke dalam. Nah, syekhana. طيب طيب ننتقل الآن إلى سؤال هام، وهو هل يمكن أن يأتي الإدغام في كلمة واحدة أم لا بد أن يكون من كلمتين؟ فنقول أن الإدغام لا يكون إلا من كلمتين، حكم الإدغام لا يأتي إلا من كلمتين، لا يمكن لحكم يكون في كلمة واحدة. أما إذا اجتمعت النون الساكنة مع حرف من حروف الإدغام في كلمة واحدة فيكون حكمها حينئذ الإظهار المطلق، حكمها الإظهار المطلق، وقد جاء هذا في كتاب الله عز وجل في 4 كلمات لا خامس لها، وهذه الكلمات هي كلمة دنيا وكلمة صنوان وكلمة قنوان وكلمة بنيان. هذه الكلمات اجتمعت النون الساكنة مع حرف الياء في كلمة واحدة، فهل نقول دنيا؟ لا، لا نقول هكذا، إنما نقول دنيا، الحكم الإظهار المطلق. طيب كذلك صنوان، لا نقول صوان وإنما نقول صنوان. كذلك قنوان، نقول قنوان ولا نقول قوان. بنيان وليس بيان. إذن فالحكم إذا اجتمعت النون الساكنة مع حرف من حروف الإدغام في كلمة واحدة الإظهار المطلق. وسمي الإظهار هنا مطلقا لأنه ليس حلقيا متعلق بحروف الحلق كالإظهار الحلقي، وليس شفويا كما سيأتي معنا بعد ذلك في أحكام الميم الساكنة، ليس متعلق بشفتين، فلأجل ذلك قالوا أنه مطلق، إظهار مطلق، لأنه ليس حلقيا ولا إيه ولا شفويا. Baik, hadirin rahimakumullah, kita mendapatkan kaidah selanjutnya bahwa dinamakan idgham ini harus terjadi di dalam 2 kata. Kalau ada pertanyaan misalnya apakah mungkin idgham ini terjadi dalam 1 kata atau 2 kata, maka jawabannya adalah idgham tidak mungkin dilakukan atau terjadi kecuali terjadinya antara 2 kata. Yaitu ketika huruf nun bertemu dengan huruf-huruf idgham. Dan hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi ketika huruf nun bertemu dengan huruf idgham di dalam 1 kata? Maka ketika huruf idgham bertemu di dalam 1 kata, maka dinamakan dengan idgham izhar mutlak. Dinamakan dengan izhar mutlak. Dan izhar mutlak ini hanya ada 4 kata, tidak ada yang kelima dan keenam dan selanjutnya. Dia hanya terdapat di dalam kalimat dunya, sinwan, qinwan, dan bunyan. 6 kata ini di dalam Al-Quran hanya 4. Dan dia dalam keadaan diizharkan. Kenapa dinamakan dengan izhar mutlak? Kenapa dinamakan izhar mutlak? Karena
huruf ini, huruf-huruf yang ada terbentuk di dalam kinwan, sinwan, bunyan, dan dunya, seluruhnya bukan huruf-huruf halq dan juga bukan huruf-huruf syafawi. Maka tidak dinamakan dengan idhar. Halq atau syafawi dikarenakan dia bukan termasuk di dalamnya, maka kemudian dinamakan dengan idhar mutlak. Terjadi kapan? Ketika huruf idgham masuk di dalam sebuah huruf yang hurufnya ada di dalam satu kata atau tidak ada di dalam dua kata, tidak ada di dalam kalimat tetapi adanya di dalam satu kata. Seperti contoh dunia, sinwan, kinwan, bunyan, bukan dibaca duya, bukan dibaca siwa, bukan dibaca siwan, kiwan atau buyan, tapi dunia, sinwan, kinwan, bunyan. Jelas izhar pembacaannya. Nah, syekhana. طيب ننتقل الآن إلى تنويه هام. يقول في موضعي ياسين والقرآن ونون والقلم أظهر حفص النون من طريق الشاطبية وبين قوسين قال إظهار رواية، ثم قال وله إدغام النون من طاسين ميم في موضعي الشعراء والقصص. طيب قم بترجمة هذا الجزء ثم أقوم بتوضيحه على الوايت بورد إن شاء الله. Baik, hadirin rahimakumullah, ada pengecualian yang kita kemudian dapatkan dari pendapat Hafiz An Asim. Kita mendapatkan pembacaan Yasin dan Nun wal Qalam, dan kemudian di sini juga Nun wal Qalam wa ma yasturun. Kemudian di dalam surat Taha, dalam surat maaf ya Syekh, Taha ya Syekh. Surat Taha, la, mawdu'i Yasin wal Qur'an, هذه سورة ياسين نون والقلم سورة نون أظهر حفص النون من طريق الشاطبية إظهار رواية وله إدغام النون من طاسيم ميم لهذه في موضعي الشعراء والقصص. Baik. Bagi hari-hari ditulis di sini bahwa tanwiyah fi mawdu'i di dalam dua tempat yaitu Yasin wal Quran wan Nun wal Qalam. Adhar al Hafs Nun bahwa di sini Hafs an Asim di Nun pembacaan Nun min tariqi Syatibiyah dari Tariq Asyibiyah idhar riwayah diidharkan. Walahu idgham nun min tasin mim, dan kemudian diidghamkan di dalam kalimat tasin mim min mawdain, yaitu di dalam dua tempat suara dan qasas, dan surat suara dan surat al-qasas. Nah, insyaallah. نعم أقوم بتوضيح هذا الأمر. نعم. على السبورة ده. طيب يقول أنه في موضعي ياسين والقرآن، نبدأ بالموضع الأول، موضع ياسين والقرآن. ياسين والقرآن هكذا تكتب في المصحف، ياسين تمام والقرآن هكذا تكتب، لكن عند النطق هذا الموضوع موضع ياسين عند نطقه تنطق هكذا، نقول يا سين والقرآن. فالآن عند النطق حدث أن اجتمعت هذه النون الساكنة، النون الساكنة هذه اجتمعت مع حرف الإيه، مع حرف الواو. والحاصل الآن أن النون الساكنة في كلمة والواو في كلمة أخرى، فالنون الساكنة في كلمة منفصلة والواو في كلمة منفصلة. فالأصل أن حفص يدغم النون الساكنة إذا جاء بعدها حرف من حروف الإدغام طالما أنهما ليس في كلمة واحدة، لكن حفص في هذا الموضع أظهر النون من طريق الشاطبية، أظهر النون من طريق الشاطبية، ولأن هذا الأمر خلاف الأصل، خلاف القاعدة التي يسير عليها حفص، فسمي الإظهار هنا إظهار رواية. ما معنى إظهار رواية؟ أن سبب هذا الإظهار هو الرواية، سببه هو التلقي والمشافهة من الإيه؟ من المشايخ، فمن هذا الطريق اللي هو طريق الشاطبية يظهر النون، يظهر النون في هذا الموضع. أما من طريق آخر، من طريق طيبة النشر، فإنه يدغمها، لكننا قلنا أن شرحنا موافق لرواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. فالحاصل أنه عند قراءة هذا الموضع يقرأه هكذا، يقول ياسين
والقرآن الحكيم، وليس ياسين والقرآن الحكيم. تمام، هذا ليس من طريق نعم. الشاطبية، من طريق الشاطبية الحكم الايه الإظهار. تمام، وضح هذا ثم انتقل للنون والقلم. Baik, hadirin rahimakumullah, tercatat di gambar bahwa Syekh menggambarkan Yasin wal Quran. Di dalam surat Yasin ini, maka beliau memberikan sebuah riwayat berkaitan pembacaan menurut Hafiz an Asim. Di sini bahwa menurut kaidah bahwa Yasin tertulis di bawah, seperti yang di bawah ini adalah cara membacanya. Ini adalah cara membacanya. Dan kemudian hadirin rahimakumullah, ini kalau secara kaidah maka ketika nun di sini nun bertemu dengan waw maka dia dalam keadaan terpisah maka dia diidghamkan. Akan tetapi ini menurut riwayat Hafiz an Asim dikarenakan menurut riwayat Hafiz an Asim di sini dibacanya dengan izhar maka ini secara kaidah dinamakan dengan izhar riwayah, dinamakan dengan izhar riwayah. Karena menurut kaidah tidak seperti itu, harusnya diidghamkan. Akan tetapi dikarenakan menurut riwayat dia harus diidharkan. Beda dengan dari thariqah thayyibah dan thayyibah nasr. Maka dari thariqah tersebut ini dibacanya dengan diidghamkan. Tadi Syekh telah memberikan contoh bagaimana cara membacanya. Bahwa Yasin ini, Yasin wal Quran, antara nun yang ada di dalam harful muqatta'ah di dalam Yasin dengan waw, tidak diidghamkan tetapi diidharkan. Maka ini dinamakan dengan idhar riwayah. Dinamakan dengan idhar riwayah. Karena menyelisihi, dia menyelisihi dari kaidah yang seharusnya. نعم يا شيخنا. نعم. طيب ننتقل الآن إلى الموضع الآخر وهو النون والقلم. نفس الذي قلناه في هذا الموضع لموضع ياسين والقرآن ينطبق على الموضع التالي وهو موضع النون والقلم. طيب كيف ذلك؟ كذلك نون والقلم هكذا تكتب في المصحف هكذا. تمام. طيب لكن عند النطق ننطقها هكذا، نقول نون والقلم. فاجتمعت الآن هذه النون الساكنة مع وبعدها حرف الواو في كلمتين منفصلتين، فالأصل أن يدغمهما حفص. تمام، لكن لأن هذا الأمر خلاف الأصل فنقول حكمه هنا إظهار رواية، سببه الرواية، فنقول تقرأ هكذا نون والقلم وما يسطرون، وليس نون والقلم وما يسطرون. تمام، فهذا هو baik hari rahimahullah. Demikian pula di dalam kalimat nun wal qalam. Di dalam surat nun ini maka hari rahimahullah seperti yang dicontohkan oleh Syekh tadi maka kaidahnya sama seperti yang terjadi dalam pembacaan Yasin. Di dalam surat Yasin dia tertulis seperti yang di bawah cara mengucapkannya. Dan kalau kita melihat cara pengucapan maka nun di situ bertemu dengan wau dalam beda kata. Maka kalau secara kaidah tajwid dia diidghamkan. Tetapi secara riwayat yang disampaikan oleh Hafiz an Asim dia dibaca dengan izhar. Maka seperti halnya kaidah yang terjadi di atas ini adalah dinamakan dengan izhar riwayah. Izhar yang terjadi dikarenakan riwayat. Cara membacanya sudah dipraktikkan oleh Syekh dan ini sekali lagi adalah sebuah kekhususan atau sesuatu yang menyalahi kaidah dia dapatkan secara talqi. Bagaimana mendapatkannya dari para masyayikh sebelumnya dan dia dibaca dalam izhar. Nah, Syekh. Bisa. Nah. طيب ننتقل الآن إلى التنويه الآخر وهو خاص بالحروف المقطعة اللي هي ط س م. وقد جاءت هذه الحروف المقطعة ط س م في سورتين من القرآن وهما سورة الشعراء وسورة القصص. تمام، طيب هذه الحروف المقطعة تكتب هكذا في المصحف. تمام، لكن عند النطق فتنطق هكذا ط س ميم. طيب،
فالآن اجتمعت هذه النون الساكنة وجاء بعدها حرف الإيه؟ حرف الميم، تمام؟ ولأن هذه الحروف المقطعة قد يقول قائل أنها في كلمة واحدة، فقد يقول قائل أنها طالما في كلمة واحدة فينبغي أن يظهر حفص النون ها هنا لأنها في كلمة واحدة، تمام؟ فنقول لا، الحكم هنا الإدغام. طيب لماذا الحكم هنا الإدغام؟ أولا لأن هذه ليست كلمة، طاسيم ميم هذه ليست كلمة وإنما هي حروف مقطعة، تمام؟ هذه الحروف المقطعة نقول طا هذا كده حرف، سين كذلك حرف، ميم كذلك حرف، فعوملت السين هذه ككلمة منفصلة والميم كذلك عوملت ككلمة منفصلة، فلأجل ذلك اعتبرت أن النون والميم كلاهما في كلمتين منفصلتين فيكون الحكم الإدغام، فنقول طاسيم، تمام؟ فتقرأ هكذا بالإدغام، تقرأ بالإدغام وليس بالإظهار، فلا نقول طاسين ميم، خطأ، هكذا خطأ، إنما ينبغي الحكم أن يكون إيه؟ إدغام. لماذا نوهنا على ذلك؟ نوهنا على ذلك لأنه قد يقول قائل أن طاسين ميم كلمة واحدة فينبغي أن يظهر حفصها هنا، فنقول لا، الحكم هنا الإدغام، لأن أولا هذه ليست بكلمة، ثانيا أن هذه الحروف عمل كل حرف منها وكأنه كلمة منفصلة بذاتها، فكان الحكم الإدغام. Baik, hadirin rahimakumullah. Selanjutnya pembahasan tentang ta, sin, mim yang ada di dalam surat Asy-Syu'ara dan Qasas. Maka kemudian hadirin rahimakumullah, sebagian menyatakan bahwa dia adalah harfu muqatta'ah yang ada di dalam harf yang terpisah. Kemudian maka diberlakukan terpisah. Maka kemudian hadirin rahimakumullah, ini tidak sesuai maka dengan kaidah. Seharusnya ta sin mim, maka sin dengan mim ini diidghamkan. Kenapa demikian? Karena secara penjara pembacaan dan secara kaidah dia adalah huruf yang kita mengetahui terpisah. Maka kita secara pembacaan mengkaidahkan atau menjadikan huruf ini pembacaannya dimasukkan ke dalam kaidah, maka diidghamkan antara nun yang ada di dalam sin dan mim yang ada di dalam huruf terakhir mim, harful muqta'ah ini. Maka seperti yang disampaikan oleh Syekh tadi, cara pembacaannya, yaitu sin dengan mim, diidghamkan, sim, gitu ya, seperti itu. Kemudian dia dimasukkan ke dalam kaidah idgham, seperti yang disampaikan oleh Syekh. Maka salah kalau menyatakan bahwa ini dikarenakan harful muqta'ah, sehingga terpisah pembacaannya, diizharkan ketika sin dengan mim di dalam pembacaannya. Tapi untuk harful muqata'ah di dalam surat Asy-Syu'ara dan Al-Qasas ini, maka cara pembacaannya sin dengan mimnya diidghamkan, seperti contohkan oleh Syekh beberapa saat yang lalu. Nah, Syekhana. طيب ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي الحديث عن علة الإدغام. ما هي علة الإدغام؟ ما هو سبب الإدغام؟ ذكرنا في الإظهار أن علة الإظهار هي تباعد مخرج الحروف الحلقية من مخرج النون. أما هنا فعلة الإدغام هي التماثل مع النون. تعلمون أن الحروف الإدغام 6 حروف، النون والميم والنون والميم والواو والياء واللام والراء، تمام؟ فنقول أن العلة إدغام النون الساكنة مع النون علتها التماثل، النون مثل النون، ومع بقية أحرف الإدغام، تمام، فعلتها التقارب لقرب مخرج هذه الحروف، بقية حروف الإدغام مع مخرج النون. Maka kemudian hadirin rahimakumullah, kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Ma idlah al-idgham, apa penyebab? Apa yang menjadi penyakit atau hal yang menjadikan terjadinya idgham? Maka yang terjadi adalah penyebabnya yang pertama at-tamatsul, yaitu ketika dua huruf semisal, huruf yang semisal. Contoh adalah nun dengan nun. Ketika nun bertemu dengan nun, maka dia dalam keadaan tamatsul, maka diidghamkan. Yang kedua adalah taqarub. Yang kedua adalah taqarub ketika dua huruf tersebut dalam keadaan dekat. Ma'a baqiyatul ahruf al-idgham, bersama dengan huruf-huruf selain nun.
Jadi karena dekatnya huruf-huruf. Kalaulah di idhar, kita mengetahui kenapa terjadi idhar, dikarenakan taba'un, dikarenakan jauhnya huruf-huruf tersebut secara makhraj satu sama lain. Maka kemudian kalau di dalam idgham terjadi dua hal. Yang pertama adalah tamatsul atau satu sama lain dalam keadaan sama hurufnya. Yang kedua adalah taqarub, dekatnya huruf-huruf tersebut ma baqiyatil ahruf idgham bersama dengan sisa-sisa huruf idgham lainnya. Naam syekhana. طيب الآن نقوم بذكر بعض الأمثلة على حكم الإدغام ونطبق ما ذكرناه في الشرح. طيب الصف الأول من الجدول فيه حروف الإدغام الستة، والصف الثاني فيه مثال مع النون الساكنة من كلمتين، والصف الثالث فيه مثال مع التنوين من كلمتين، وطبعا لا يوجد مثال مع النون الساكنة من كلمة واحدة لأننا قلنا أن الإدغام لا يكون إلا من كلمتين. طيب نأخذ حرف الواو، حرف الواو. طيب هذه الحرف نقول مواق، الحكم هنا إدغام بغنة، والإدغام هنا إدغام ناقص، إدغام ناقص كما بينا. طيب نقول ولسانا وشفتين، كذلك الحكم هنا إدغام بغنة وهو إدغام ناقص، إدغام ناقص. مع الياء نقول من يعمل، كذلك إدغام بغنة وهو إدغام ناقص. وبرق يجعلون، كذلك إدغام بغنة وهو إدغام ناقص. أكمل شيخ ولا تترجم؟ تفضل يا شيخ تكمل. تمام. طيب أما مع النون فنقول من نعمة، من نعمة، كذلك إدغام بغنة وهو هنا إدغام كامل على قول الجمهور، يومئذ ناعمة، إدغام بغنة وإدغام كامل على قول الجمهور. من مال، تمام، إدغام بغنة وهو إدغام كامل على قول الجمهور. لؤلؤا منثورا، إدغام بغنة وهو إدغام كامل على قول الجمهور. من لستم، إدغام بدون غنة وطبعا هو إدغام كامل بلا خلاف. ويل لكل، برضو كذلك إدغام بدون غنة وهو إدغام كامل بلا خلاف. من ربهم، إدغام بدون غنة، إدغام بدون غنة وهو إدغام كامل. وغفور الرحيم، إدغام بدون غنة. إذا مع اللام والراء إدغام بدون غنة وهو إدغام كامل بلا خلاف، مع النون والميم إدغام بغنة وهو إدغام كامل على قول الجمهور، مع الواو والياء إدغام بغنة وهو إدغام ناقص. Baik, hadirin rahimakumullah, di dalam jadwal atau di dalam gambar yang ditampilkan oleh Syekh ini ada beberapa huruf yang kita ketahui sebagai huruf idgham. Yang pertama adalah waw, kemudian ya, nun, mim, lam, dan ra. Kita mendapatkan bahwa waw di sini dicontohkan di dalam nun sakin dan di dalam tanwin. Yang pertama di dalam nun sakin kita mengetahui di sini miu waq. Di sini miu waq. Di sini kita mengetahui bahwa dia dalam keadaan idgham naqis. Secara pembahasan kita mengetahui dia idgham naqis di dalam kalimat walisana wa syafatain. Ada gunnah di situ. Dikarenakan ada gunnah maka dinamakan dengan idgham naqis. Dan kemudian ada nun bertemu dengan ya dalam tanwin dan juga dalam nun sakin. Di dalam nun sakin may ya'man. Ada gunnah may, ada gunnah di situ maka dia dinamakan dengan idgham naqis. Wa barqi yaj'alun di situ ada gunnah juga dan dinamakan dengan idgham naqis. Kemudian nun bertemu dengan nun dalam kalimat min ni'mah dinamakan dengan idgham kamil secara jumhur. Pendapat jumhur menyatakan ini adalah idgham kamil. Yauma idzin na'imah secara jumhur juga ini bertemunya tanwin dengan nun dinamakan idgham kamil di menurut pendapat jumhur. Demikian juga mim, nun bertemu dengan mim, nun bertemu dengan min di dalam kalimat mimmal. Nun bertemu dengan mim di sini dinamakan dengan idgham kamil menurut pendapat jumhur. Lu'am mansura di sini bertemu tanwin dengan mim dan secara jumhur dinamakan dengan idgham kamil bertemunya tanwin dengan mim. Kemudian yang dua terakhir adalah idghamnya idgham kamil yaitu lam dengan ra di dalam kalimat yang pertama yaitu nun sakin, nun lam bertemu dengan nun sakin
Ini nun bertemu dengan lam sakin, mohon maaf, nun sakin bertemu dengan lam min malastum, mohon maaf, malastum. Kemudian yang kedua adalah tanwin bertemu dengan lam, wailul likulli, di sini juga dinamakan idgham kamil. Dan yang terakhir adalah ra, mir rabbihim, di sini dinamakan dengan idgham kamil, yaitu nun bertemu dengan ra dan ghafurir rahim, yaitu tanwin bertemu dengan ra. تمير بتمو دغه طعام نشخانه. طيب ننتقل الان للحديث عن الاخطاء الشائعه التي تحدث اثناء النطق في حكم الادغام. كما بينا الاخطاء الشائعه في حكم الاظهار، نريد ان نعرف الان ما هي الاخطاء الشائعه اثناء النطق بحكم الادغام. اول خطا هو عدم ضبط زمن الغنه، عدم ضبط زمن الغنه. ما المقصود بهذا؟ المقصود ان البعض قد يزيد في زمن الغنه، والمقصود او ان البعض قد ينقص من زمن الغنه. طيب ما هو زمن الغنه؟ الأصل في زمن الغنة أن يؤخذ بالتلقي والمشافهة من المشايخ المتقنين، تمام؟ لكن علماء التجويد اصطلحوا من باب التسهيل على أن زمن الغنة هو حركتين، والذي يقصدونه بالحركة هو زمن فتح الإصبع أو قبض الإصبع. زمن فتح الإصبع، يبقى أقوم بفتح الكاميرا حتى أوضح لحضراتكم. طيب الذي يقصدونه بهذا بقولهم حركتين هو زمن فتح الإصبع، هكذا يعني، مثلا هكذا، هذه حركة فتح الإصبع أو قبض الإصبع، هذه حركة. فالذي يقصدونه بحركتين هكذا، تمام، أو هكذا، تمام، هذا الذي يقصدونه، تمام. فالمقصود بأن زمن الغنة حركتين، هذا هو المقصود، وجعله هكذا علماء التجويد من باب التسهيل. طيب بين هذا الأمر. Baik, hadirin rahimahullah, ada kesalahan-kesalahan umum dalam idgham. Kita mengetahui ada kesalahan umum di dalam izhar. Demikian pula, ulama menyepakati ada kesalahan umum di dalam pembacaan idgham. Kesalahan umum di dalam pembacaan idgham, hadirin rahimahullah, yang pertama adalah ada mudhti zamanul gunnah. Adanya kesalahan di dalam penetapan zaman panjangnya gunnah. Adapun panjangnya gunnah, hadirin rahimakumullah, secara aslinya atau secara kaidahnya dia ditetapkan dengan talaqqi kepada Syekh Mutqin. Jadi harusnya bahwa panjangnya gunnah ini disesuaikan dengan apa yang ditalaqqikan atau disampaikan oleh seorang syekh kepada muridnya. Maka kemudian caranya mengetahui bagaimana harus ditalaqqikan. Adapun kemudian ulama untuk memudahkan bagaimana mengetahui caranya memanjangkan gunnah, maka kemudian ulama menyepakati dengan cara dua harokat. Adapun yang dinamakan dengan harokat adalah bagaimana membuka dan menutup jari. Membuka dan menutup jari seperti yang dicontohkan oleh Syekh tadi. Bagaimana beliau membuka dan menutup jari. Satu bukaan atau satu tutupan itu adalah satu harokat. Misalnya tadi jari beliau membuka, itu satu harokat. Kemudian atau jari beliau menutup, itu satu harokat. Jadi panjangnya gunnah adalah dua harokat. Jadi bagaimana kita membuka dua jari atau menutup dua jari, itu adalah dua harokat. Itulah panjangnya idgham. Maka kesalahan umum yang terjadi adalah bagaimana kemudian gunnah lebih dari kadar dua harokat. Namanya syekhana, atau kurang dari kadar dua harokat. Namanya syekhana. طيب سريعا كده مثال حتى نوضح ما المقصود بالحركتين. يعني مثلا كلمة مواق، فهكذا نقول مثلا، ننظر، مواق مواق، تمام، هكذا تحسب، تمام. طيب الخطأ الذي يحدث أن البعض يزيد عن الحركتين فيقول مثلا مواق ويزيد عن حركة، هذا خطأ، تمام. كذلك قد ينقص من زمنها فيقول مواق، خطأ، تمام. إنما ينبغي مراعاة حركتين، مواق، تمام، هكذا. طيب ننتقل للخطأ التالي، أوضح ولا Baik, hadirin rahimakumullah, beliau mencontohkan tadi bagaimana pengucapan gunnah dengan dua harakat. Jangan sampai kemudian melebihi atau justru kurang. Miwak. Jangan sampai miw panjang lebih dari dua harakat. Atau justru lebih pendek dari dua harakat. Miwak. Itu ya. Ini juga salah. Maka yang terjadi adalah harusnya dengan kadar dua harakat seperti contohkan oleh Syekh tadi. Miwak. Seperti itu. Namun Syekh.
طيب الخطأ الثاني هو الغنة مع اللام والراء، فالبعض قد يأتي بغنة مع اللام فيقول مثلا ملستم، خطأ هكذا غير صحيح، إنما الصحيح أن يقول ملستم، كذلك لا يقول ويل لكل، خطأ، إنما يقول ويل لكل. أكمل الخطأ الثاني. Nah, yang kedua hadirin rahimakumullah, al-gunnah ma'alam warra, yaitu terjadi digunahkan antara lam dan ra. Kita mengetahui bahwa lam dan ra ini adalah dua huruf yang diidghamkan tanpa gunnah. Beliau tadi mencontohkan bagaimana cara mengucapkannya. Namun yang harus diketahui bahwa lam dan ra ketika diidghamkan dia tidak bergunnah. Naam syekhana. Baik. Al-khata' al-tali alladhi yadhkurunahu lahdha wahidah. Baik. الخطأ التالي قال هو عدم نعم لحظة واحدة قال الخطأ التالي هو عدم إخراج الغنة من الخيشوم، عدم إخراج الغنة من الخيشوم مع حرفي الياء والواو. ما المقصود بهذا الخطأ؟ ننتبه قليلا حتى نفهم هذا الخطأ. أولا هذا الخطأ يحدث مع هذين الحرفين فقط، مع حرفي الايه الواو والياء، مع حرفي الواو والياء. طيب ما الذي يحدث الآن؟ الذي يحدث أنه عند نطق الغنة مع هذين الحرفين يقوم البعض بإخراج الهواء، هواء النفس الذي يخرج من الجوف يقوم بإخراج الهواء كله من الفم، يخرج الهواء كله من الفم فيقول مواق، ويخرج كل الهواء الذي يخرج من الجوف، هذا يخرج هواء من الجوف لا ينبغي إخراجه جميعا من الفم، وإنما ينبغي تقسيمه إلى قسمين، قسم يخرج من الخيشوم وقسم يخرج من الفم، قسم يخرج من الخيشوم وقسم يخرج من الفم. أما الذي يخرجه كله من الفم فهو في الحقيقة لا ينطق بالغنة، لأن الغنة كما بينا مخرجها الخيشوم، الغنة كما بينا مخرجها الخيشوم، فلا يقول مواق ويخرج كل الهواء من الايه من الفم، إنما ينبغي أن يخرج كذلك جزء من الخيشوم فيقول مواق. طب كيف أتأكد أنني أنطق الغنة أو أخرج جزءا من الهواء من الخيشوم؟ قم بإغلاق الأنف، قم بإغلاق الأنف أثناء النطق بالغنة، فإذا وجدت هناك اختناق في الصوت أثناء النطق بالغنة فهذا يعني أنك تنطق الغنة بشكل صحيح، بأنك تخرج جزء من الهواء من الخيشوم. أما إذا لم تجد هناك اختناق فهذا يعني أنك تخرج كل الهواء من الإيه من الفم، لأنه لا يوجد اختناق فيدل على أنه لا يخرج شيء من الإيه من الخيشوم. نقوم بالتطبيق العملي، فنقول مثلا الآن سأنطقه بصورة خاطئة وأخرج الهواء كله من الإيه من الفم، انظر بواق، لا يحدث أي اختناق أثناء النطق لأنني أخرجت الهواء كله من الإيه من الفم. طيب جرب أن أخرج الهواء بعضه من الخيشوم، ستجد يحدث اختناق، جرب لأن حدث اختناق مواق، تمام؟ وكما بينا هذا الخطأ لا يحدث إلا مع هذين الحرفين الواو والياء فقط، أما مع حرفي النون والميم فلا يحدث هذا الخطأ. لماذا؟ لأن المخرج الفمي يكون مغلقا، فبطبيعة الحال يخرج كل الهواء من الخيشوم، فنقول مثلا ممال، خلاص المخرج الفمي مغلق فكل الهواء يخرج من الإيه من الخيشوم. كذلك مع النون، يغلق المخرج الفمي فنقول من ويخرج كل الهواء من الخيشوم، فلا يحدث هذا الخطأ مع هذين الإيه مع هذين الحرفين النون والميم. وطبعا مع اللام والراء لا يوجد غنة أصلا فلا يحدث هذا الخطأ، إذن فهذا الخطأ قاصر على هذين الحرفين الواو والياء. Baik hadirin rahimakumullah. Kesalahan ketiga adalah adamu ikhrajul gunnah min khaysum, adalah hilangnya ikhraj mengeluarkan gunnah dari khaysum ma harfai yaitu di antara dua huruf waw dan ya. Yang terjadi hadirin rahimakumullah kalau kita mengucapkan waw dan ya, kalau kita mengucapkan waw dan ya dalam keadaan dia digunahkan, maka akan terjadi dua hal. Itu ketika kita mengucapkannya maka setengahnya keluar dari khaisum yaitu dari hidung dan setengahnya keluar dari fam yaitu dari mulut. Nah, kalau kemudian kita mengeluarkannya dari mulut saja maka yang terjadi adalah kesalahan. Kenapa demikian? Karena seharusnya kita mengetahui bahwa gunnah sendiri hadirin rahimakumullah, gunnah itu adalah sebuah suara yang keluar dari khaisum, yang keluar dari rongga hidung. Maka kalau kemudian ini tidak terjadi, tidak sesuai dengan kaidah gunnah. Beliau tadi mencontohkan bagaimana kemudian suara yang keluar dari jauh saja, dari rongga mulut saja, tanpa menyertakan khaisum. Itu ketika beliau menutup hidung, maka suaranya tidak berubah, suaranya tidak menjadi sengau, tetapi biasa-biasa saja.
Ini menunjukkan bahwa keluar suara wau dan kemudian huruf ya-nya dia sempurna dari mulut. Adapun kemudian tadi beliau mengucapkan wau dan ya dalam keadaan idgham, kemudian hidung beliau ditutup, terjadi sengau, terjadi suara yang berubah. Maka ini menunjukkan bahwa ada kesetaraan dengan huruf tersebut masuk ke dalam khoisum sebagian. Maka ini yang terjadi hadirin rahimakumullah, bagaimana cara ngecek kita betul atau tidak dalam pengucapan wau dan ya ketika diidghamkan. Dan ini tidak terjadi dengan nun dan mim. Kenapa? Karena nun dan mim sempurna tertutup makhraj nun dan mim ini. Sehingga keluarnya hanya dari khaisum saja. Kemudian tidak terjadi dengan lam dan ra, karena lam dan ra bukan termasuk huruf yang gunnah. Maka beliau menyimpulkan kembali kepada sebuah kesimpulan bahwa nun berhubungan dengan wau dan ya, dia di dalam keadaan idgham dan harus menyertakan dua tempat, yaitu khaisum atau rongga hidung, yang kedua adalah fam atau jauh, yaitu rongga mulut. نعم. الخطأ التالي هو عدم مراعاة صفة التكرير مع حرفي مع حرف الراء. يعني عند النطق بحكم الإدغام مع حرف الراء البعض لا يقوم بمراعاة صفة التكرير. طيب، ما المقصود بهذا الكلام؟ نقول أن صفة التكرير هي صفة لازمة في حرف الراء لا تفارقه أبدا. صفة التكرير صفة لازمة في حرف الراء لا تفارقه أبدا. فالذي يحدث أن البعض قد يبالغ في صفة التكرير في حرف الراء أثناء النطق بحكم الإدغام مع الراء، فينطق أكثر من راء، فيقول من ربهم مر، هذا خطأ، تمام؟ لأنه بالغ في التكرير فكأنه أخرج أكثر من راء، ليست راء واحدة، تمام؟ هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني أنه قد يلغي صفة التكرير بالكلية، يلغي صفة التكرير ولا ينطق الراء وكأنها بدون صفة التكرير، وهذا كذلك خطأ، فيقول مثلا من ربهم ولا ينطق صفة التكرير في الراء، هذا كذلك خطأ. إنما الذي ينبغي هو مراعاة صفة التكرير لكن مع عدم المبالغة فيها، أقوم بإخراج صفة التكرير في الراء مع عدم المبالغة، فأقول من ربهم. طيب كيف أراعي صفة التكرير؟ يتم هذا بعدم الاعتماد بقوة على مخرج الراء، الاعتماد بقوة على مخرج الراء يلغي صفة التكرير تماما، وكذلك إضعاف الاعتماد على مخرج الراء يقوم بإخراج أكثر من راء، فينبغي الموازنة بين الاعتماد بقوة وعدم الاعتماد بقوة حتى أخرج الراء بشكل صحيح كما بينت لحضراتكم، وهذا الأمر يتم بالتدريب والتكرار، تقوم مع نفسك بالتدريب والتكرار حتى تستطيع أن تخرجها بشكل صحيح. أقوم بالتدريب عملي الآن هكذا صحيح، أقول من ربهم تمام، ولا أقول مر، هذا خطأ، ولا أقول كذلك من ربهم، وأعتمد بقوة على مخرج الراء فلا أخرج تكرير. Baik, hadirin rahimakumullah, kesalahan selanjutnya adalah adamu mura'atu sifat takrir. Jadi hadirin rahimakumullah, kesalahan ketika kita mengucapkan makhraj ra tanpa kemudian ada takrir. Kita mengetahui bahwa takrir ini salah satu sifat dari huruf ra, salah satu sifat yang terdapat di dalam huruf ra. Yang terjadi hadirin rahimakumullah, yang pertama ada orang yang mubalaghah. Apa itu mubalaghah? Keterlaluan atau menambah-nambahkan sehingga mengucapkan ro dengan ro, seolah-olah ada lebih dari satu ro di dalam pembacaannya, sehingga membacanya seolah-olah takrir berulang-ulang mir gitu ya. Ini adalah sesuatu yang salah karena tidak boleh mubalaghah, atau kemudian sama sekali ro-nya hilang dari sifat takrirnya sehingga seolah-olah tidak ada sifat takrir di dalam huruf ro tersebut. Dan kemudian hadirin rahimakumullah, adapun yang dinamakan dengan pengucapan huruf ra yang benar ketika dalam keadaan idgham adalah pertengahan, tidak terlalu mubalaghah, tidak terlalu memanjangkan takrirnya, tetapi juga tidak terlalu menghilangkan huruf ra tersebut dari takrir. Seolah-olah kita hanya mengangkatnya satu kali ra tersebut. Di antara dua
tersebut. Jadi tidak terlalu mubalaghah dan tidak terlalu juga meringankan sehingga seolah-olah tidak ada takrir di dalam huruf ra tersebut. Maka beliau tadi mencontohkan dan ini perlu dilatih. Beliau perlu dilatih dan perlu diulang-ulang untuk melatihkan bagaimana pengucapan huruf ra yang baik dan benar ketika dalam keadaan idgham. Nah, ya syahadah. طيب ننتقل الآن إلى قراءة الأبيات التي تم شرحها حتى الآن. طيب قال الشيخ سليمان الجمزوري والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كذرنة. طيب أشرح الأبيات. يقول والثاني إدغام بستة أتى، يعني الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإدغام بستة أتت، يعني إذا جاء بعدها ستة أحرف. هذه الستة أحرف في يرملون مجموعة في قولك يرملون عندهم قد ثبتت، يعني عند علماء التجويد ثبت هذا الحكم مع هذه الحروف الستة. ثم قال لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما، فالإدغام على قسمين، إما أن يكون قسم مدغم إدغام بغنة وهذا يكون مع حروف بينمو علما إلا إذا كان بكلمة، يعني إذا اجتمعت النون الساكنة مع حرف من حروف الإدغام في كلمة واحدة يقول فلا تدغم. ثم ذكر مثالا على ذلك، قال كدنيا ثم صنوان تلا، وقد بينا أنها إيه، الشيخ ذكر مثالين فقط إنما هما أربع كلمات، دنيا وصنوان وقنوان وبنيان. ثم قال والثاني إدغام، يعني القسم الثاني من أقسام الإدغام، إدغام بغير غنة، هو الإدغام بغير غنة، وهذا في اللام والراء، يعني مع حرفي اللام والراء، ثم نص على التنبه لصفة التكرير مع الراء فقال ثم كررن، يعني تنبه لصفة التكرير حال الإدغام مع حرف الراء. Rekhari rahimahullah, beliau membacakan bait dari pembahasan matan Tuhfatul Atfal. Wa thani idgamun bisittatin atant fi yarmuluna indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi biyan fihi bigunnatin biyan mu'lima illa idha kana bikalmatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala wa thani idgamun bighairi gunna billami yang dinamakan dengan wasani maksudnya adalah hukum yang selanjutnya, hukum yang kedua idgham adalah idgham bisitatin atat terdapat di dalam huruf yang terkandung di dalam kalimat yarmulun. Indahum qad thabata telah ditetapkan oleh ulama berkaitan huruf-huruf yang enam ini sebagai huruf idgham. Lakinnaha qisman maksudnya adalah bahwa di dalam idgham ini ada dua jenis. Qismun yudgham yang pertama adalah idgham yang digunakan idgham fihi bi gunnah. Yang pertama ada idgham dengan gunnah. Bi yanmu yaitu huruf-hurufnya terkandung dalam kalimat yanmu. Ulima dan kita kalau mengetahui dari yanmu tersebut huruf-huruf tersebut adalah idgham dengan gunnah. Idza kana bi kalimatin fala kecuali kalau huruf tersebut terkandung di dalam satu kata. Fala tudghim maka jangan diidghamkan. Contohnya di dalam kalimat dunya wasin wan. Di sana disebutkan tudghim ka dunya seperti dunya wasin wan tu masin wanin tala seperti dunya dan sinwan. Wasani yang selanjutnya adalah pembagian idgham yang kedua adalah idgham bi ghairi gunnah. Lam yaitu hurufnya lam wara ya dan kemudian huruf ra kemudian menjadi catatan wa qariran thumma qariran adalah sifat takrir yang ada di dalam huruf ra, maka qariran takrirkan atau dalam keadaan digetarkan pengucapannya. Naam syekhana. Naam. طيب نقوم الان بعمل بعض التدريبات العمليه على حكم الادغام. نقوم في مجال المشاركه شيخ. Mungkin ya Syekh. Baik, silakan acungkan tangan yang ingin berlatih membaca idgham bersama Syekh kita. Naam ya Syekh. Nah, ismuhu Zulkifli. Silakan onkan mikrofonnya. Akhi Zulkifli. طيب الان يظهر امام حضراتكم على الشاشه ايه.
المطلوب من حضراتكم أن نقوم باستخراج حكم الإدغام من الآية التي ستظهر على الشاشة مع بيان أمرين، أن نقوم بتحديد إذا كان هذا الحكم إدغام بغنة أو بغير غنة، وكذلك تحديد إذا كان الإدغام إدغاما كاملا أم ناقصا. Silakan nanti ditakhrij, dikeluarkan hukum yang terjadi di dalam huruf-huruf yang ditampakkan di dalam syasyah, di dalam layar. Enam, apakah dibacanya seperti idgham gunnah atau bighair gunnah, apakah dia idgham kamil atau idgham nafis. Enam ya syekhana. طيب الآية الأولى قول الله تعالى أنا معلش أوضح لهم شيخ أو عزيز أنني سأنطق كل الأحكام بالإظهار حتى لا أوضح لحضراتهم الحكم. Baik, beliau akan mengucapkannya dengan idhar, sehingga kemudian yang membaca setelah beliau, maksudnya yang belajar, bisa memperlihatkan paham atau tidaknya. Beliau, Syekh, akan mengucapkan dalam keadaan idhar, tapi yang belajar mengucapkannya dalam keadaan idgham, supaya beliau paham apakah apa ya pesertanya paham atau tidak. Namanya Syekh. Nah, al-ayah al-ula qawla Allah ta'ala wa walidin wa ma walad. أين حكم الإدغام؟ Silakan dibaca yang mana hukum idghamnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووالد وما ولد ووالد وما ولد ووالد وما ولد. Baik, cukup. نعم الحكم هنا إدغام بغنة ولا بغير غنة؟ غنة أو بغير غنة؟ بغنة والقم والنقص. ناقص ممتاز. ممتاز ممتاز. طيب الآية التالية قول الله تعالى فما أنطق كذلك بالإظهار فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. أين حكم الإدغام؟ Baik, محمد إحسان silakan dibaca selanjutnya. محمد إحسان محمد إحسان silakan dibuka mikrofonnya. Baik, selanjutnya. Baik, silakan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ. نعم فَمَنْ يَعْمَلْ، تمام. هذا إدغام بغنة ولا بغير غنة؟ غنة بغير غنة. غنة. طيب كامل ولا ناقص؟ ناقص. ممتاز ممتاز ما شاء الله. طب هل هناك حكم إدغام آخر في هذه الآية ولا لا يوجد؟ Ada hukum lain, idgham lain di dalam ayat ini atau tidak? Tidak. لا لا يوجد. ممتاز. طيب قول الله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. Baik, أخي سوبريادي محمد أتم silakan. أخي سوبريادي silakan dibaca. أخي سوبريادي. Baik. مأمون معرف. مأمون معرف silakan. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. نعم أين الحكم؟ حكم الإدغام في أي كلمة؟ من نعمة. ممتاز. هذا إدغام ممتاز. إدغام بغنة ولا بغير غنة؟ غنة. نقص. غنة. كامل ولا ناقص؟ نقص. لا، هذا إدغام كامل على قول الجمهور. قلنا أن الإدغام مع حرفي النون والميم هو كامل على قول الجمهور، وهذا الذي عليه رسم المصحف. Baik. Nun dan mim secara jumhur disepakati dia adalah idgham kamil seperti yang disampaikan oleh Syekh tadi. Sekali lagi catatan bagi semuanya, nun dan mim ketika masuk ke dalam idgham dia dinamakan dengan idgham kamil pendapat menurut jumhur ulama. Gitu. Nah, terima kasih akhi Makmun. نعم يا شيخنا. طيب الآية التالية قول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. Baik, silakan Agus Suyadi. Baik Ustaz. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ممتاز. أين حكم الإدغام؟ إدغام yang mana؟ من مال. ممتاز. إدغام بغنة ولا بغير غنة؟ بغنة. بغنة. كامل أم ناقص؟ كامل أستاذ. كامل. ممتاز. على قول الجمهور. كامل على قول الجمهور. ممتاز.
طيب الآية التالية قول الله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. أخي فبي سلاحن. بسم الله الرحمن الرحيم. ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ممتاز. في غنة يعني الأول بلدان مخلدون هذا إدغام بغنة كامل بقول نعم. الجمهور والثاني لؤلؤا منثورا سواء مع الأول زي الأول. ممتاز ما شاء الله اللهم بارك. ما اسمك شيخ؟ وفيك بارك الله شيخ. أسأل الله أن يبارك فيك ويجزيك خيرا ما شاء الله. طيب شكرا أخي فابي. نعم يا شيخ. الآية التالية قول الله تعالى يقاتلون في سبيله صفا طبعا صفا كأنهم بنيان مرصوص. سيلاكن سوبريادي محمد أتم. سيلاكن أخي سوبريادي. هلو أخي سوبريادي nggak ada suaranya. Baik yang selanjutnya Abi Salsa. Abi Salsa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مماتي ketemu dengan huruf mim. بنيان مرصوص. ممتاز. هذا إدغام بغنة ولا بغير؟ غنة. بغنة. كامل أم ناقص؟ كامل. إدغام كامل أو ناقص؟ إدغام كامل. نعم كامل. نعم كامل على قول الجمهور. ممتاز. طيب قول الله تعالى فهو في عيشة راضية. Baik, selanjutnya silakan أخي أحمد حبيبي. أحمد حبيبي silakan di on kan mikrofonnya. نعم. Terima kasih. Silakan. فهو في عيشة راضية. نعم. إدغام بلا غنة يعني التنوين مع الراء. ممتاز. طيب الإدغام هنا كامل أم ناقص؟ كامل يا شيخنا. ممتاز ممتاز ما شاء الله. طيب قول الله تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. طيب أخي يحيى سيلاكن. أخي يحيى. نعم شيخ. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. ممتاز. أين الحكم؟ Yang mana hukumnya? Allai hada idgham kamil. Aywa mumtaz. Idgham kamil bighunnah wala bighayr ghunnah? An la bighayr ghunnah. Lai bighunnah. Bighunnah. Huwa kamil wala naqis? Naqis. Mumtaz Shaykh, ma syaa Allah. Allahumma barik. Ma ismuk Shaykh? Yahya ismuhu? Yahya. Yahya. Asal Allah an yubarik fi Shaykh Yahya wa jazika khairan. Wa iyyakum. طيب طيب الآن آخر آية قول الله تعالى مئة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Baik, terakhir silakan أخي ريدو نصري. طيب أستاذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. في كلمة في كلمة ألفا من الذي تنوين وبعده ميم. نعم الحكم. حكمية. غنة. إدغام بغنة كامل ولا ناقص؟ كامل. ممتاز. طيب هل يوجد شيء آخر في الآية؟ Ada yang lain tidak? قوم لا يفقهون. نعم الحكم. حكمnya؟ إدغام بلا غنة. ممتاز. كامل ولا ناقص؟ كامل. ممتاز. هل يوجد شيء آخر في الآية؟ Ada lagi yang lain di dalam ayat tersebut? ألف من ال نعم ذكرته. لا هل يوجد شيء آخر غير هذين الحكمين؟ Ada dua. Ada lagi yang lain. مئة يغلب. ممتاز. مئة يغلب. ما الحكم؟ حكمnya.
ادغم بغنة. نعم كامل ولا ناقص؟ ناقص يا شيخ. اللهم بارك ما شاء الله. أسأل الله أن يبارك فيكم ويجازيكم خيرا. حياكم يؤذن عندنا صلاة الظهر يا شيخنا. يؤذن الآن صلاة الظهر. طيب نترك مجال للأسئلة ولا نختم؟ Baik, hadirin, ada yang ingin bertanya sebelum kami tutup? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya akan tutup. Silakan onkan mikrofonnya yang akan bertanya. Halo, kalau tidak ada, saya tutup. Nah, ya Syekh, kanahu khalas ya Syekh. Nah, khatim al-yum, mungkin. نختم إن شاء الله. طيب خلاص. طيب أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجازيكم خيرا وأن يتقبل سعيكم وأن يجعلكم للمؤمنين إماما للمتقين إماما وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله حجة لنا جميعا يوم القيامة إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. mohon maaf atas segala kekurangan. Alfa dan Lupa, terima kasih. Wa jazakumullahu khairan katsiran ya syekhana, barakallahu fikum. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Kita akan bertemu lagi insyaallah minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya syekh. Assalamualaikum. Jazakumullahu khairan jami'an. أنتم فجزاكم الله خير. الله يبارك فيكم. جزاكم الله خير يا شيخ. أنتم فجزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.